بيكم في الحلقة الثانية من السيرة النبوية، كتبها لنا وأعدها إيهاب أحمد عبدين من السيرة النبوية لابن هشام والرحيق المختوم، ويقدمها لكم أحمد يونس. بناء على ما تم ذكره في الحلقة اللي فاتت، هنكمل اللي بدأناه في سيرة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. كانت ليلة اللقاء الأول لنور السماء بالأرض هي ليلة القدر، زي ما ذكر في أغلب كتب السيرة، مصداقا لقوله تعالى في كتابه العزيز: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكان في شهر رمضان كما هو معروف، وزي ما ظهر سفير الوحي سيدنا جبريل عليه السلام للنبي في أعلى الجبل، فجأة اختفى برضه بعد ما بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكلام الله. وترك سيدنا جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خوف وحيرة من هول اللي شافه وسمعه، ونزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الجبل وهو خائف مما رآه. حكى النبي صلى الله عليه وسلم انه شاف سيدنا جبريل في كل جزء من آفاق السماء، وسمع منه كلمات الله عز وجل، وده كان ليه أثر كبير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، استقبلته السيدة خديجة زوجته، ما كانش قادر ينطق غير كلمة واحدة: زملوني زملوني، وبمعناها البسيط غطوني. وما كان من السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها طمأنت عليه الصلاة والسلام وقالت: والله لن يخزيك الله أبداً، إنك لا تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتعين على نوائب الحق. وبالفعل هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد كلام السيدة خديجة. وكان وقتها عايش في مكة أحد الرجال المتبحرين في العلم، وكان يقرب للسيدة خديجة، وكان هو ورقة بن نوفل. فأرسلت السيدة خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل لثقتها في علمه ورجاحة فكره ومنطقه. ولما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يحكي له عما حدث في غار حراء. فقص صلى الله عليه وسلم ما جرى، فما كان من ورقة بن نوفل إلا أن قال: يا ابن أخي، إنه الناموس الأعظم الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فلأنصرك نصرا مؤزرا. فرد صلى الله عليه وسلم قائلا: أسيخرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل: لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عوديا. وخرج ورقة بن نوفل تاركا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبل على أمر عظيم. بعدها بأيام توفي ورقة بن نوفل قبل أن يعود الوحي للنبي مرة أخرى. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. فاللهم إياك نعبد ولك نركع ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الفضل كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن كلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا ولك الحمد بجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وتأخر الوحي عن النبي وحزن صلى الله عليه وسلم لذلك وشك أن ما رأه كان عارض أو خيال وبلغ الحزن من النبي أقصاه وخرج مرات عديدة إلى رؤوس الجبال وإلى غار حراء كي يلقى الوحي مرة أخرى وبالفعل أرسل الله له سفير الوحي الملك جبريل عليه السلام في اللقاء الثاني وكان أول ما ألقاه سيدنا جبريل من كلمات يا محمد إنما أنت رسول الله حقا ثم ألقى عليه عدة أوامر من الله تعالى في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا فاصبر صدق الله العظيم وبعد هذه الكلمات الجليلة التي تلقاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رب العزة أتيح للمرحلة الأولية من الدعوة الإسلامية أن تبدأ في مكة وبدأ صلى الله عليه وسلم في دعوة المقربين منه ممن يثق بهم من أهله وأصدقائه وأصحابه وكان أول من آمن بدعوة صلى الله عليه وسلم من الناس عموما وشهدت بأنه نبي مرسل من الله الواحد الأحد هي السيدة العظيمة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكان للنبي صاحب وصديق قبل الإسلام اسمه عبد الله بن أبي قحافة وكنيته أبي بكر وكان أبو بكر هو أول من أسلم من الرجال فحين فتحه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الإسلام لم يتردد لم يفكر للحظة في صدق ما قاله له صاحبه محمد وقال له آمنت بك نبيا يا محمدا وكتب بإسلام أبي بكر أعظم قصة صداقة في التاريخ وكان سيدنا أبو بكر الصديق من قبيلة تسمى قبيلة تيم وكان رجلا محببا إلى بني قومه وكان كل من في قريش يألف مجلسه ومحادثته لطيب أخلاقه ولحسن كلامه فدعا سيدنا أبو بكر من يثق بهم من قريش وحدثهم عن الإسلام وعن سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأسلم على يده سيدنا عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وكانوا هؤلاء هم فرسان الرعيل الأول في الإسلام من الرجال أما من الصبيان فكان أولهم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم إلى قلبه وظلت الدعوة سرية 3 أعوام وكان وجميع من آمن مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلتقون معه عند دار بالقرب من جبل الصفا
قد اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا للدعوة، وكان اسمها دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكانوا يجتمعون سرا خوفا من بطش قريش بهم، وتتابع الوحي في نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمه سيدنا جبريل عليه السلام الوضوء ثم الصلاة، وتلا عليه القرآن الكريم، وكان محمد يعلم أصحابه ما يتعلمه من جبريل ويقرأ عليهم القرآن الكريم، وتسرب نور الدعوة إلى من اختارهم الله أن يكونوا من أوائل المسلمين، فأسلم في تلك الفترة عدد قليل من الرجال والنساء، كان أشهرهم سيدنا بلال بن رباح، وكان عبدا عند أمية بن خلف سيد إحدى القبائل، وسيدنا خباب، وعبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة بن الجراح، والذي لقب بأمين الأمة في صدر الإسلام، وسعيد بن زيد، وكان من العشرة الذين بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة، وزوجته فاطمة بنت الخطاب، وكانت أخت لسيدنا عمر بن الخطاب، وكانت قد أسلمت من قبله، وكان هؤلاء هم السابقون الأولون في الإسلام، وبلغ عددهم حسب ما ذكر في الكتب 40 نفرا. وبعد مرور 3 أعوام على الدعوة السرية، جاء أمر الله عز وجل إلى سيدنا محمد أن يجهر بدعوته في قريش، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين. فأطاع النبي أمر الله ودعا كل قريش عند جبل، وكان أول من لبى دعوة النبي بالحضور أهله وعشيرته من بني هاشم وأعمامه وأبناء عمومته. ولما اجتمعت باقي قبائل قريش، تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ فردت جميع القبائل المجتمعة قائلين: نعم نصدقك، ما عهدناك إلا صادقا، إنما أنت الصادق الأمين. فعاد صلى الله عليه وسلم وقال: فاعلموا معشر قريش، إنما أنا رسول الله لكم خاصة وللناس كافة، ووالله لا تحاسبون عما تعملون، ولا تموتون كما تنامون، ولا تبعثون كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. وبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، حل الصمت على الجميع إلا أبو لهب، وأبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو لهب كلمته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمام معشر قريش: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين: بسم الله الرحمن. أما عمه الآخر أبو طالب فصعد إلى النبي وقال له: امضي فيما أمرت به، وإني مانع القوم عنك ما بقيت. وبعدما انتهى النبي من دعوته، انفجرت مكة بمشاعر الغضب على دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعبادة الإله الواحد وشهادة أنه رسول من الله، واستعدت قريش لحسم تلك الصاعقة المحمدية والتي اندلعت فجأة، لتغير مسارهم من عبادة الأصنام إلى عبادة إله واحد، واجتمعوا جميعهم على رأي واحد، وهو قمع تلك الدعوة في مهدها. وعلى الرغم من أن قريش نفسها هي من شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق، إلا أنهم رفضوا أن يتبعوه في هذه الدعوة، ورفضوا أن يعتبروه نبيا. فاجتمعت قريش وكل سادتها في دار لهم بجانب الكعبة تسمى بدار الندوة، لكي يتشاورون فيما بينهم على الطريقة الأمثل في رد دعوة محمد بن عبد الله. وكانت أول خطوة لدحض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتهامه باتهام موحد يبطل دعوته في مهدها، وكان قد اقترح هذا الاتهام رجل من سادات قريش يسمى بالوليد بن المغيرة، وهو والد سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول. قال الوليد بن المغيرة: لو اتهمناه بالكهانة لكذبنا،
إنما نحن رأينا الكهان وما يقوله محمد ليس بسجعهم ولا كلامهم. لو قلنا عنه مجنون فقد كذبنا، فوالله هو ما بمجنون، فلقد عرفنا الجنون في أناس غيره، فلم يصرع محمد من قبل كما يصرع المجنون. إن قرآن محمد له وقع السحر في النفوس، والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فتعجبت قريش من قول المغيرة في قرآن محمد، فقال لهم: إن أقرب ما نقول فيه إنه ساحر. نعم، إنه ساحر جاء بسحر يفرق بين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. واتفقت قريش فيما بينهم أن يطلقوا على محمد تهمة السحر، فأنزل الله عز وجل في تدبير المغيرة لتهمة النبي بالسحر قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبحت خطة الوليد بن المغيرة قيد التنفيذ، وكلما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو أحد من القبائل التي تأتي لزيارة مكة، كانت قريش تصرف الناس عنهم وتصدهم قائلين: ابتعدوا، إنه ساحر، إنه ساحر. انظروا إلى عمه أبا لهب وهو يقول عنه ساحرا ويسخر منه، كيف تصدقوا من كذبه عمه وطلق بناته من أبنائه؟ وبقيت قريش على شركها وأذاها للنبي صلى الله عليه وسلم، تارة بالاستهزاء، وتارة بالسخرية، وتارة بتشويه ما جاء به من عند الله، وتارة بالإيذاء، وتارة ببعث دعوات كاذبة حول تعاليمه صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون إن ما أتى به محمد ما هو إلا أساطير الأولين. وبرغم كل ذلك لم تفلح قريش في أن تمنع نور القرآن أن يتسرب إلى قلوب من سمعوه من النبي، وأصبحوا متعلقين به، وتزايدت أعداد المسلمين، ولم يفلح افتراء قريش على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما أحست قريش أن ما فعلوه لم يجدي نفعا، فكروا في حل آخر، هو أن يساوموا النبي على عبادة آلهتهم عاما وعبادة إلهه عاما، فما كان من النبي إلا أن تلا عليهم. عن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا إني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري ومسلم. احنا كمان عايزين نقول نفس المقولة: يا رب، يا رب، نشهدك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونحب الصحابة جمعاء. اللهم احشرنا معهم واجعلنا في رفقتهم، واللهم ازرع في قلوبنا حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هنتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله، الحلقة الثالثة من السيرة النبوية. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا. اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.